تدعيما للشرطة المواطنة ترتدم المديرية العامة للأمن الوطني بمدينة أكادير من 17 إلى غاية 21 مايو المقبل الدورة الخامسة لأيام الأبواب المفتوحة تحت شعار الأمن الوطني مواطنة مسؤولية وتضامن. أروقة وعروض مهنية تبرز دور التكنولوجيات الحديثة في منظومة الخدمات الشرطية، ندوات علمية وفضاءات خاصة بالأطفال. في انتظاركم بساحة المعارض الطريق الوطنية أكادير، الدخول بالمجان، فكونوا في الموعد.